من هنا من نادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، صرح عظيم أيضا وسط كثير من المنشآت الرياضية الرائعة هنا في مدينة مصر الدولية. شرفني ونورني المهندس أحمد العيدي مدير هذا المشروع. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معنا. بنور حضرتك وبنور طاقم الإعداد اللي حضرتك بالكامل. أشكرك يا فندم، اشرح لنا بقى الوضع الجميل دوت. هو المشروع هنا مشروع قائم بقاله سنتين شغالين فيه من أيام ما كانت الأرض لسه مستلمين الأرض كده، مفيش فيها أي حاجة. المشروع على مساحة بنائية 114 ألف متر مسطح. دي المساحة الإجمالية بتاعته. مساحة المنشآت اللي فيه حوالي 11.5 متر مسطح. بيتكون المشروع من المبنى الرئيسي أو المنصة الرئيسية، مبنى الجراند ستاند. ده المبنى ده بيبقى مقابل للملعب الرئيسي، الملعب الأولمبي، 10 متر في 80 متر، 100 متر في 80 متر أبعاده. وفي ملعبين تسخين على اليمين واليسار. المنصة الرئيسية بتاعها بتقدر تسع حوالي 720 كرسي. المبنى ده عبارة عن المبنى اللي هيبقى فيه المراسم أو المبنى الرئيسي في المشروع. بعد كده في المبنى الأدمن، ده هيبقى فيه الشاشات العرض والاجتماعات. ده المبنى المقابل للشاشات. في بعد كده برضو بيتكون من مباني أخرى، عندنا ملاعب تسخين ومدرسة الفروسية فيها عدد من الملاعب حوالي 4 أو 5 ملاعب. وفي مبنى تاني خاص بالتدريبات والمدرسة، ده بيسع برضو فيه 400 متفرج موجودين. المشروع هنا برضو في عدد كبير من الاسطبلات، تسع حوالي 250 حصان موجود في المشروع. ده عدد اعتقد كبير يعني. ده عدد كبير جدا يعني. مجهزة على احسن التجهيزات، سواء من سبل الرعاية، التكييفات، الانارة، كلها برضو دي في طور انها خلصانة بنسبة 100%. في عندنا برضو مباني للعزل والعيادة، بحيث لو في حصان فيه اصابة او اي حاجة بنقدر ننقله العيادة يبدأ ياخد العلاج بتاعه. فيها غرفة عمليات مجهزة على اعلى مستوى. الارضيات هناك انتي بكتيريا، الحوائط برضو انتي بكتيريا، وكلها مغلفة بمادة الرابر بحيث ما تعملش اي مشاكل للحصان المصاب. وفي مخازن، دي هيبقى فيها برضو الاعلاف والمستلزمات الخاصة بالاحصنة جميعا. وبرضو في برضو هنا هورس بول للحصان برضو موجود. وفي اجهزه بقى طبعا السيستم بتاع المباريات والسدود والكرونوميتر والووكر الخاص بالحصان. كل دي الحاجات دي برضو بدانا خلصت تقريبا توريدات، وان شاء الله يعني احنا مبلغين ان شاء الله ان في بطوله العالم قريبا هتبقى هنا في الملعب ده. ده خبر عظيم ان شاء الله باذن الله. ده خبر عظيم ان شاء الله. واحنا دلوقتي احنا كشركه المنفذه، شركه جاما، تقريبا الاعمال خلصت بنسبه 100%. ممتاز. شغالين بقى على الملاحظات او حاجات تشغيليه، برضو دي وصلنا فيها لنسبه 95%. هايل. وان شاء الله باذن الله تطلع الصوره في الاخر صوره مشرفه. ان شاء الله تبقى امتى؟ اتبلغت بالميعاد ولا يعني لسه؟ يعني غالبا ان شاء الله في شهر 4 باذن الله. شهر 4 باذن الله. حلو قوي، نتفرج معاكم ان شاء الله. الاتحاد الفروسية معانا في بيعين الموضوع اول باول، وبيجي لنا ناس يعني خبراء من بره بيدونا ملاحظاتهم على الشغل. ويعني في اشاده بالملاعب، في اشاده بالمباني. واضح. وان شاء الله باذن الله يعني في خلال شهر كده او حاجه نكون برضو الدنيا بقت وصلت للحاله. والله يا باشمهندس حاجه مشرفه جدا، بشكرك عليها، بشكرك بالنيابه عن نفسي وعن زمايلي وبالتاكيد عن الشعب المصري. لا العفو يا فندم، ان شاء الله باذن الله يعني تبقى يعني انطلاقه جديده، ويعني مشروع نقدر نخش بيه الاولمبيات لو عملناها بكره موجود يعني. براحتنا بقى، براحتنا. بطولات وان شاء الله خير باذن الله. شكرا، اشكرك شكرا جزيلا يا باشمهندس. شكرا جزيلا.